الاتفاق هذا الموسم ما له وما عليه بالأرقام والإحصائيات مع نور الجاموس. إنت الشرقية للكوموندوز للنواخذة لفارس الدهناء، كل هذه الألقاب التي يتلقى بها نادي الاتفاق هو مع إنهائه الموسم الماضي في المركز الخامس ومع ما قدمه من أداء ونتائج فيه، إضافة لسلسلة التعاقدات المميزة، ظن الجميع أن الاتفاق سيكون منافسا حقيقيا هذا الموسم. البداية طمأنت العاشق الاتفاقي بعد أن سيرها ولو بعض الشيء بالشكل المطلوب، فوز على الباطن وسلسلة من التعادلات تخللها خسارة بصعوبة أمام حامل اللقب الهلال أراحت بعض الشيء الجماهير على وضع فارس الدهناء. بهذا الموسم الرائع الذي يقدم فيه اللاعبين الجولة السادسة وأمام الطائي كانت العلامة الفارقة في مسيرة الاتفاق ومدربه آنذاك خالد العطوي، فبعد سلسلة التعادلات بدأت دوامة الهزائم، رباعية من الطائي ومثلها من الأهلي كانتا كفيلتين بالإطاحة بالمدرب خالد العطوي ووضع المدرب الصربي فلادان خلفا له. التغيير لم يحدث الفارق الكبير، وسلسلة من النتائج السلبية والهزائم أجبرت الفريق على إقالة الصربي وتعيين أحمد الحنفوش مؤقتا، ورغم فوزه على الأهلي إلا أنه تم تعيين الفرنسي كارتيرون من لم يكن حاله بأفضل مما سبق، فرصيده هو تعادل مع النصر وخسارتين وانتصار وحيد جاء على حساب التعاون بالأربعة. نعم الله، فارس الدهناء ورغم امتلاكه نخبة من النجوم والمحترفين أمثال رايس مبولحي ونعيم السليتي ومحمد الكويكبي وكويسون وفيليب كيش، إلا أن الإصابات التي ضربت الفريق طوال الموسم حرمته من اللعب بصفوف مكتملة معظم الجولات، وهو ما أسفر عن حصيلة صعبت موقفه في جدول الترتيب، حيث حصد 27 نقطة فقط من 6 انتصارات و9 تعادلات و11 هزيمة، وهو ما يضعه كصاحب ثاني أضعف دفاع في الدوري بتلقيه ل 41 هدفا، ومن بين الأضعف هجوميا بتسجيله ل 32 هدفا. الكرة ملعوبة للاتفاق، هو هدف شرفي للفريق الاتفاقي يتمكن الآن. هذا في الدوري، أما في كأس خادم الحرمين الشريفين فحال الاتفاق لم يختلف كثيرا بعد وداعه من الدور الثاني بالخسارة أمام النصر. الكويكبي للرابع، يضيف الرابع الكويك. الصراع على النجاة وعلى الأقل مصالحة الجماهير في المواسم القادمة ومحاولة إعادة ولو قليلا أمجاد فارس الدهناء في ثمانينيات القرن الماضي، لكن الأهم بالنسبة لكل عاشق اتفاقي عدم تكرار أحداث موسم 2013-2014 عندما هبط الفريق للدرجة الأولى. نور الجاموس، صدى الملاعب.